الحمد لله رب العالمين، فضل الله تعالى ثم بفضل الأبطال من ألوية العمالقة قمنا اليوم بتحرير المناطق التي في جنوب حيس، وصولا إلى الخط الأسفلت الرابط بين منطقة الهاملي والمفرق ومنطقة حيس وإلى التباب الأمامية. وبفضل الله ثم بفضل الأبطال تم إحراق الأطقم ولوا هاربين من هذه المزارع إلى شرق البلاد بإذن الله. بعدهم سيتم ملاحقتهم إلى آخر مكان وإلى آخر حدود وإلى جبل مرام بإذن الله تعالى. وهذا الفضل لله عز وجل، ثم لألوية العمالقة والقائد العام لألوية العمالقة القائد أبو زرع المحرمي وقائد اللواء الأول رايد الحبهي والثاني حمدي شكري وألوية العمالقة بشكل عام، الفضل لله ثم لهم. نسأل الله النصر والتمكين، وإلى الأمام إلى الأمام. الله أكبر.